الناس كتعاني، كاين اللي مسكين عنده كراد السكنه المده وكيحسب عليه المعيشه. راه هما راه كاين دابا حنا مصنفنا حنا من الناس الاغنياء، حنا راه ماشي من الناس الاغنياء، حنا راه من الناس الضعفاء كمهنيين ديال سياره الاجره. حنا متضررين في الجائحه ومن مورا الجائحه. عزيز الساخي كاتب عام محلي اتحاد العام لمهني النقل بعمله محمديه، المطالب ديالنا حنا بالنسبه كمهنيين سياره الاجره الاقصاء ديال المهنيين بصفه عامه من طرف الحكومه. حنا كمهنيين كسائقين وكمستغلين حنا تقصينا من الحكومه. السيد رئيس الحكومه في اي خطاب في اي جلسه في مجلس النواب القطاع ما كيتجبدش، كيجبدوا المشاريع ديالهم، كيجبدوا المقاولات، المطاعيم، حيت علاش؟ حيت هذوك الناس هذوك المسؤولين بالوزارات والبرلمانيين عندهم مصالح ديالهم. سيدنا الله يخلينا الله يطول لنا عمره بان بالنسبه لي هو دار هذاك الصندوق ديال جائحه كورونا باش يستافد منه اي مهني بصفه عامه، استافدوا منه هما كمسؤولين بالوزارات كيهضروا على المصالح ديالهم. حنا بغينا شي مسؤول من وزاره الداخليه ولا من رئيس الحكومه باش يخاطبنا ولا يهضر على القطاع. لا، حنا بالنسبه حنا كسياره الاجره دابا غادا في 3 شهور وحنا واقفين، ما كاينش اللي شاف. امال الكريم كيحسبوا علينا التامين التريت، كاين الطروبيلات دابا اللي وقفوا من اللي جا بغا يديماري ما لقاش الباتري، كاين البيبان ديالها كريباو. حنا بالنسبه حنا كمهنيين ديال سياره الاجره حنا متضررين في الجائحه ومن مورا الجائحه. حنا لو نهار غيطلقونا غنخدموا، المخير فينا حنا كمهني كسياره الاجره غادي يخدم واحد 6 شهور ولا 7 على الكريدي. بالنسبه للمولين تريت حاليا كيراسلونا، مولين المعدنيات سيدنا الله يخلي لينا بانه اعطى هبه ملكيه الناس صحاب الاحتياجات الخاصه، عطاهم المعدنيات باش يستافدوا منا. الناس ديال الحكومه قصونا حنا وقصوا دابا حنا كنعانيو، وكنت نزل المعدنيات كاين اللي مسكين عمى كاين اللي معاق، ما انا ما عندي ما ناكل كمهني وهو ما تخلصش فكره. حنا كنطلبوا من السيد رئيس الحكومه والسيد وزير الداخليه ينصفوا هذا القطاع، حنا صنفونا من غير القطاع غير مهيكل. حنا بالنسبه للقطاع كسياره الاجره راه كيمساهم في الاقتصاد ديال البلاد، راه المخير فينا كسائق سيارة أجرة راه كيدير العيان فينا كيدير مليون الفرنك ديال المازوت شهريا. مالي البياس كلشي راه هما راه كاين دابا حنا مصنفنا حنا من الناس الأغنياء، حنا راه ماشي من الناس الأغنياء، حنا راه من الناس الضعفاء، راه الأغلبية فينا كاين اللي سائق مهني، راه كاين اللي مسكين اللي كاري، كاين اللي عنده وليدات راه كيعاني دابا، كاين شي إخوان كيعانيو أبار المستغلين. الناس كتعاني، كاين اللي مسكين عنده كراد السكنه المده وكيحسب عليه المعيشه. هاد الناس راه ما شافوش من حنا. حنا كنطلبوا من السيد وزير الداخليه ورئيس الحكومه يحلوا عينيهم مزيان ويشوفوا من هاد الفئه، وكنطلبوا من السيد جلاله الملك بانه اعطى هذاك الصندوق ديال الدعم يستافد منه جميع المهنيين، ماشي كيستافد منه كيهضروا هما كمقاولات الشركات الصغرى كذا، حيت هذوك الناس كلهم عندهم شركات مقعود. كون كان شي مسؤول شي وزير وكذا كون كان عنده شي معدنيه ولا عند معدنيه عند عائلتهم كون ناقشوا هذا الموضوع ديالهم. علاش؟ حيت ما عندهمش، حيت سيدنا في الاخر حارب المفسدين والمعدنيات ولا كيعطيهم الناس اللي كيستحقوهم، ما بقاش كيعطيهم الناس الوزاره والبرلمان، كيعطيهم الناس اللي كيستحقوهم. علاش هذوك الناس ما هضروش على هذا القطاع؟ شكرا. السلام عليكم، الناهي حسن الكاتب العام المحلي اتحاد الديمقراطي المغربي للشغل. الوقوف ديالنا اليوم جاء نظرا لهذه الظروف اللي تعيشها السائق المهني، ونظرا للنظره الاستعلائيه اللي والنظره الفوقيه اللي كتشوف لنا الحكومه لهذا القطاع. هذا القطاع هذا تم ادراجه في القطاعات الغير مهيكله، وهذه الكلمه هذه الا تتعني راه تتعني على واحد الحقره كبيره وواحد التهميش اللي طال هذه الفئه هذه. احنا اليوم بالانضمام ديالنا لهاد الاخوان هادو تناكدوا للسلطات وتناكدوا للاخوان والناس القائمين على الشؤون في هذه المدينه، وعلى حتى القائمين على الشؤون في البلاد بصفه عامه، ان هذا القطاع هذا راه هو عنده واحد القوه كبيره وعنده واحد الدفعه اللي كيعطيها الاقتصاد. فمن هذا المنظور هذا خصها تشوف لنا الحكومه، ومن هذا المنظور هذا حتى السلطات في المدينه في مدينه المحمديه خاصها تراعي هذه المسائل. هذا السائق المهني اللي هو التزم التزام جدي من اول، وهذا راه هذه هي الوطنيه الحقيقيه، انك ملي كت واحد القطاع كتقول ليه التزم وتلتزم خاصك حتى انت من الجهه ديالك انك تعطيه المقابل ديالو.
المقابل حنا دائما تنقولوا هذا راه ماشي نظره ديال الاستجداء، حنا ما تنطلبوش، هذه ماشي نظره ديال الاستجداء من هاد الناس، هذا حق. ما دامت ان الوزاره والحكومه انها جاء هذا الوقوف بقرار وزاري كباقي القطاعات، من حقنا حنا حتى حنا الدعم. هاد لجنه اليقظه اللي دائما تنقول بين قوسين اللي هي يقظه عير على الناس اللي هما يعني تيمثلوها، وشافت وما شافتش بعين الرحمه لهذا السائق المهني اللي هو تيمثل واحد الكتله كبيره في المدينه وحتى على الصعيد الوطني. اليوم الوقوف ديالنا اولا حنا تنوجهوا رسائل كثيره وتنستنكروا هاد اللامبالاه اللي راه الوصيين على القطاع ولا المسؤولين في المدينه انهم لحد الان ما خلقوش واحد الباب واحد المجال ديال التواصل لا بين المسؤولين ديالنا ولا بينهم هما. حنا ترفضوا تماما اي مقترح كيجي الا اذا تواجد المسؤولين في نفس الطاوله مع هاد الناس هادو، لان حنا كمهنيين راه ما يمكنش تجيو تقول لنا واحد القرار بدون الوجود ديال المسؤولين ديالنا. راه اليوم مشى هذاك العهد ديال ان ذاك اللامبالاه، ومشى العهد ديال عدم الاكتراث بالاخر. حنا راه بشر كيف ما بغى يكون الحال، حنا سائقين كنعطيو من جهدنا من وقتنا، كنخليو الابناء الاولاد ديالنا الناس كتبات هنا الناس باش توصل وحدين اخرين لواحد المستويات، كتوصلهم الادارات، توصلهم الاماكن ديال التشغيل العمل ديالهم وديال الشغل ديالهم. اذا بالاحرى على هاد المسؤولين هادو انهم حتى حنايا رحنا باعتبارنا مواطنين في هاد البلد هذه راه من حقنا العيش. الرساله الاخيره اننا اليوم تنطالبوا هاد الناس بانهم يرفعوا علينا هاد الضيم هذا، ويرفعوا علينا هاد الحقره هذا والتهميش هذا، ويشوفوا في هاد المواطن هذا ويشوف السائق المهني ويعطيوه ما يستحق. وشكرا.